أيوة دقيقة دقيقة استنى خليها تنزل. قبل ما تنزل عطيني موبايلك خلينا نبلش التسجيل من هون أحسن، بس تجريبي يعني. إذا مو مأمنين فيني لهي الدرجة وما عندكم ثقة بإني رح أنجح، دوروا على حدا غيري وخلصنا. أخي لو سمحت لا تكتر حكي، عطيني موبايلك وخلصني، بدي بلش سجل من هلأ. طيب تفضلي هي موبايلي، بس أنا سجلت بعقلي حركاتك اللي بتدل على عدم ثقة. هات لهون التسجيل ومدري شو. هيك وهي قفلت الموبايل مشان ما يصير أي شيء. دائما بتعاملوني بهالطريقه، دائما بتتصرفوا معي يا اخي. نحن واثقين فيك وكلياتنا معك. يلا يلا خلصنا. يلا ايكو يلا يا الله. شبو شو عم يساوي هذا؟ شو جابوا لك؟ ليش رجعت؟ شوفي ما رح يمشي. ليش يا شو عم يصير معاه؟ انا صدقت انه ما فيني اعمل هذا الشيء، كثير توترت وحسيت حالي شيء عميل سري، والله ما فيني اعمل هيك. عم ليه ما فيك تتوتر ابدا؟ لو سمحت انزل من السياره وارجع لوعيك، انت رح تعملها لانك مجبور. انا هلا رح اروح واقول شيء شغله ما لازم اقولها ورح اخرب كل شيء، الله وكيلكم. هذا الشيء موجود بجيناتي الوراثيه يعني. يا الله دخيلك، وبعدين انا مالي حابب ارجع فوت على السجن مره ثانيه. ما في وضع خطير يا ايكو، اهدى شوي يا اخي اهدى، انت رح تحل القصه كلها. يلا ليك اخي انت رح تهدى، لانه ما في شيء اسهل من انك تكون هادي بهالحياه. شوفوا مين اللي عم يحكي، هدول الاثنين اللي خلاقهم ضيقه وبيعصبوا فورا. اهدى قلت. طيب تمام، بس قديش ممكن يكون صعب هالشيء؟ ايه اخي يعني قديش ممكن يكون صعب؟ قديش ممكن يكون سهل هذا الشيء؟ ما هيك يا ايكو طلع فيني، بدك تطلع قاعد عم تلعي هون. خلصنا زين وحل القصه بقى. ليكو على فكره هذا الشاب عنده مشاكل عصبيه. لا تخليني بلش فيك هلا، يلا انزل. يلا يا اخي خليكم عم تضغطوني، ما فيكم ما بنخاف عليك. يلا باشا. أو اللي تكون بتعملها. برافو برافو منيح برافو. رفيق شو الأخبار؟ ما له هون. شو وينه؟ ما له هون إيكو؟ ها؟ لك وينه رفيق؟ هو انتقل على غرفة مروان بيك. قديش وبلا شرف. انت رجعت يعني؟ اطلع فيني، الامور كتير معقده، انا عندي مهمه سريه ولازم ضل لحالي، لهيك انت روح روح يلا روح، عندي مهمه سريه، روح روح روح. تمام. مرحبا رفيق، كيفك؟ أنا كنت جاي وحابب أحكي أنا وياك ونقعد شوي، فأنت فاضي هلا؟ أنت مو تركت الشغل؟ لا تقول إني تركت الشغل، يعني أنا خلينا نقول إني تأثرت وتعرضت للتحريض، بعدين أنا فكرت ورجع لي عقلي واكتشفت إني كنت غلطان، والاعتراف بالذنب فضيلة، مو هيك؟ طبيعي. أف يا الله أخي، قديش ممكن تكون صعبة هالشغلة؟ رح أطق على ما أعرف شو صار. أنت شو صاير لإيدك؟ أي وحدة؟ هاي؟ أي؟ ولا شيء، إسراء أو وسطني. قصدك إنه إسراء أو وسطك يعني ضربت لك إيدك؟ لا لا مو هيك، هي عن جد وجهت سلاح وضغطت على زناد أو وسط. كيف؟ كيف؟ عن جد؟ ما في داعي للمبالغة كل هالقد، شبكون؟ أنت عم تبالغ مروان، عن جد كتير بتحب المبالغة بهالقصص. يعني كانت البارودة بإيدي وبالغلط طلعت الطلقة وما صار شيء خطير، انجرح. ليش أنت شو كانت عم تعمل البارودة بإيديك؟ جلسات العلاج النفسي عم تنجح معكم بشيء؟ لا عم بيفيدونا، عم بيفيدونا كتير، عم يفيدونا. ايه عم يفيدونا، عم يفيدونا، عم يفيدوا كتير، عم يفيدوا. ها أخي ليكو، ليكو إيش يلا شوف شو صار. يا عيني عليك يا إيكو. يلا لشوف، يلا يا بطل تعال. شكله جايب ناجح. شرف 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 هيك. أخي شو صار معه؟ حليت الموضوع. عيني عليك برافو. طبعاً معقول يفلت مني؟ روحي أنت يا أخي، أخي البطل، أخي الفهمان. أنا خليته يحكي كل شيء وبلش يسرد بالحكي، ما ترك شيء ما حكاه، يعني صار يحكي لحاله. هلا ما ضل علينا غير إنه نروح ونسمعوا هالحكي لحلمي بيك. يلا مروان امشي بسرعة. طيب وقفي، خلينا نسمع بالأول لأنه ما بنعرف شو حكى الرجال، صح ولا لا؟ أعطيني تليفون. لا ما في داعي، ما في داعي تسموا بدنكم. يلا خلصني هات التليفون. تفضل. شو حكيانين كل هاد؟ رح أقدمه شوي معلش؟ كثير حكينا، أقدمه شوي. بلشتوا من هون. مثلا مروان. مين مروان يا أخي؟ مين هاد؟ هلا صحيح هو ابن حماي مزبوط، بس أنا ما شفت منه أي فايدة لحد هلا. هو بيضل بيطلب مني شغلات سخيفة على طول، على كتب تقارير إيكو، جهز ملفات، معقول هاد الحكي؟ وبعدين أنا ما بتحمله لهذا الزلمة من وقت ما كنا صغار، ما بقدر أتحمله بالمرة. مزبوط. بالله معناها أنت ما بتقدر تتحملني من وقت كنا صغار.
لا لا لك صاري، هذا كله فخ مشان يصدق وعك صدق الحكي. لا لا بصراحة منيح اللي صار، منيح انك رحت لهونيك مشان نحن نشوف وشك الحقيقي ومشان نحن نعرف شلون انت بتفكر فينا وبأي طريقة. شو قلت عني ولا؟ يلا قول بسرعة شو قلت عني؟ لا يا روحي، انا قلت له قديش انت انسانة بتجنني ومن هذا الحكي يعني. لو فعلا نشوف يا ريتك لو قدمته شوي. منيح انبسطت انه نحن بنفس الرأي. يا ريت لو اسراء بتفكر هيك، وقتها كل شيء كان رح يكون مختلف. شو بدنا نعمل اذا اختي مو طالعت لي وما لها ذكية مثلي؟ مين بيعرف من مين عديت؟ الله بيعلم. يعني ضحكتني كثير عن جد. طيب انت خبرني شو اللي صار بينك وبين مروان، هات لشوف احكي لي. ايه من هون هو بلش يخبرني عن كل شيء وصرنا بالموضوع الاساسي. اسمع لك، انا رح احكي لك كل شيء. انا كنت بصراحه. انت ليش وقفت التسجيل؟ شو القصه مروان؟ لانه التسجيل خلص. هو شو يعني خلص؟ لا اخي الظاهر هو بجيبتي انكبس الزر لحاله. شو عمل؟ نحن وصلنا فيك مرة واحدة بهالعمر لك أخي، هاي فرصتنا الأخيرة وبسببك راحت، بسببك وبسبب غبائك المستفحل. إيه خلصنا بقى، فهمنا، قلنا لكم ما كان بإيدي. شو هالقصة؟ الحق ماله علي، شو بعمل؟ ما بعرف كيف انكبس الزر بجيبتي. يعني روحت أهم فرصة من بين إيدينا وكل اللي عملته طلع على الفاضي، شو بدنا نعمل هلأ؟ ليكو رح قلكم شي، ما كتير تحطوا ببالكم هالشركة والقصص اللي صارت بآخر فترة. ليك صهري ما بتفكر تصير بيع كفتة؟ ليك أنا بأمن لك عرباية مرتبة. تمام يا أخي، خلص خلونا نهدى، خلص اهدوا شوي، خلونا نبلش من الصفر يا جماعة، خلونا نبني كل شيء ونأسس كل شيء من أول وجديد. اسكت بقى موسى. ايه تسلم تمك زينو، كنت رح أقول نفس الشيء. يعني ما ضل شيء تاني لحتى نعمله هلأ. تماما بالضبط. إيكو أوف منك يا إيكو. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.